بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، نتابع رحلة النصائح القرآنية لحفظ القرآن العظيم. نتابع الآن سورة النمل. في اللقاء السابق قلنا إن أفضل طريقة لكي تحفظ السور القرآنية وتثبتها في دماغك ولا تنساها أن تقوم بتجزيء السورة إلى مقاطع. يعني أنا أريد أن أحفظ سورة النمل، أول شيء ينبغي أن أستمع إليها مئات المرات كما قلنا وكررنا دائما. عندما أشعر أن السورة كاملة أصبحت مألوفة، أبدأ بفتح القرآن وقراءتها عدة مرات قبل الحفظ، قراءة تدبرية. أحاول أن أبحث عن طريق موقع جوجل على الإنترنت عن معاني بعض الكلمات التي حاولت أن أفهمها ولم أستطع. يعني طاسين مثلا ما معناها؟ هناك أقوال للعلماء يمكن الاطلاع عليها. يعني مثلا هنا الكلام كله واضح، أولئك الذين لهم سوء العذاب، هنا أيها الأحبة، وهم في الآخرة هم الأخسرون، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. كلمة لدن قد يعني تكون غريبة على البعض، يمكن أن نذهب إلى التفسير، أي من قبل إله حكيم، الحكيم أن يضع الأمور في مكانها في الوقت المناسب والزمن المناسب والكمية المناسبة، والعليم هو العليم بكل شيء. فالله عز وجل وضع كلمات القرآن بدقة مذهلة، لا يمكن أن تضيف كلمة أو تحذف كلمة، حكيم، حكمة، فكل كلمة في مكانها. لذلك عندما نحفظ القرآن ينبغي أن ندرك أننا أمام كلام إله عظيم، إله عظيم يتكلم، وبالتالي ينبغي أن نقدس ونجل هذا الكلام ونهتم به. يعني يجب هذا الكلام أن يسترعى اهتمامنا. إذن هذا هو النص الأول الذي يتحدث عن القرآن. بدأ بطاسين تلك آيات القرآن وانتهى بكلمة القرآن. لاحظوا أيها الأحبة، بدأنا بالقرآن وانتهينا بالقرآن، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، وانتهى المقطع وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذن هذا المقطع الأول 6 آيات، تحفظه جيدا، لا تغادره حتى تحفظه وتعيش فيه، تعيش ضمن كلماته. تفتح التفاسير على كلمة يعمهون مثلا، ما معنى يعمهون؟ العمه أيها الأحبة هو عدم الاهتداء، هو الضلال بشكل عام، مثل إنسان يسير لا يعلم، إنسان يسير في ظلام يتخبط يمينا وشمالا، هذا هو حال الملحدين اليوم. يعني يجب أن تتعمق أيضا في معاني الكلمات قبل أن تحفظ. ننتقل الآن إلى المقطع الثاني، وهو قصة موسى عليه السلام. هذه القصة العظيمة أيها الأحبة تبدأ هنا، تبدأ هنا بهذا، إذ قال موسى لأهله، إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر. طبعا نحن استعرضنا هذا النص، استعرضنا هذا النص في اللقاء السابق طبعا، من عند إذ قال موسى لأهله هنا أيها الأحبة إلى المفسدين. هذا نص يتحدث عن قصة موسى وكيف أغرق الله فرعون، وأن الله أرسله في تسع آيات إلى فرعون وقومه، يده تصبح بيضاء عندما يخرجها من يعني وهج، ينطلق منها وهج، الأفعى الحية، الضفادع، الدم، الكذا، 9 آيات. الآن نأتي للمقطع الثالث، الحديث عن قصة سيدنا سليمان. يبدأ ولقد آتينا داود وسليمان علما. من هو داود وسليمان؟ ينبغي أن أجلس على يوتيوب، يوجد الكثير من المقاطع الإسلامية، أطلع على قصة هذين النبيين الكريمين.
وإلا من غير المعقول أنني أقرأ كلام لا أفهمه. ينبغي أن تفهم أخي الحبيب، سيدنا داود كان أحد الملوك، وكان رجلا صالحا، وآتاه الله من الملك، سخر له الكثير من الظواهر الكونية كانت مسخرة له، ووهبه الله سليمان الذي كان أيضا طفلا نابغة، كان ذكيا منذ أن كان طفلا، وآتاه الله الملك وآتاه أشياء لم يؤتها لأحد من بعده. الشياطين سخروا لسليمان، والجن والريح إلى آخره. ولقد آتينا داود وسليمان علما. هنا كلمة علما ينبغي أن تقف عندها. من الذي يعطي العلم؟ هو الله سبحانه وتعالى. الذي يعطي العلم هو الله عز وجل، وليس الجامعات. الجامعات هذه تعلم علوم مادية، الأستاذ يعلمك علم عادي مادي، أما العلم الذي لا يمكن أن تأخذه من أحد هو من لدن الله عز وجل. ولقد آتينا داود وسليمان علما، علمه منطق الطير. الآن علماء البيولوجيا وعلماء الحيوانات وعلماء الطبيعة لا يعلمون أو لا يفقهون لغة الطيور رغم كل التطور العلمي. إذن سيدنا سليمان كان متفوقا عليهم، أنه كان يعلم لغة الطيور والنمل وغيرها من الحيوانات، وكان يعلم لغة الجن، وكان يرى الجن، ميز له هذه، نحن لا نرى الجن. وقال، يعني الاثنان داود وسليمان عليه السلام، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. عندما تقرأ هذه الآية ينبغي، كلما فكرت بنعمة أعطاك الله إياها، يعني مثلا أنا شخصيا عندما أفكر بنعمة الإعجاز التي أكرمني الله بها، أقول الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. هناك مؤمنون كثيرون، ولكن هناك تفضيل، الله يفضلك، وكل إنسان الله أعطاه ميزة، سبحان الله، أعطاه ميزات كل إنسان ينفرد بها، فينبغي أن تحمد الله على هذه الميزات. ميزة بالعلم، ميزة بقدرتك على فعل شيء لا يستطيع أحد أن يفعله، ميزة أنه أعطاك حب الخير، الهدوء النفسي، ميزات كثيرة أيها الأحبة ينبغي أن نحمد الله عليها. طبعا هنا أنا لن أخوض في تفسير النص، أنا فقط يعني اليوم مهمتي أن أقول لكم هذا النص أو هذا المقطع الثالث، ولقد آتينا داود وسليمان علما، وهكذا إلى قول النملة، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذا دعاء ينبغي أن نحفظه أيها الأحبة. ربي أوزعني، أوزعني يعني أعني، هيئ لي أسباب الشكر، لا تجعلني أنسى أن أشكرك في كل لحظة. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا، رقم 2 ترضى، رقم 3 وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. لذلك أيها الأحبة هذا الدعاء هو دعاء سيدنا سليمان، يعني ينبغي أن نحفظه. احفظ دعاء سيدنا سليمان وادعو به، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. المقطع التالي أيها الأحبة يتكلم أو يتحدث المقطع الرابع في السورة عن قصة سليمان والطير، وتفقد الطيرة، يعني سليمان عليه السلام لديه جنود وحشر، طبعا هنا المقطع السابق، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون،
إذن موزعون منضبطون جماعات، كل واحد يعمل بنظام، لا يستطيع أحد منهم أن 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 يزغ عن أمر سيدنا سليمان أو ينحرف. تصوروا دقة، يعني الدقة، أنه تفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. كان لديه جنود من الطيور بالملايين، ملايين الطيور، هدهد واحد فقط غاب ولم يجده. إذن انظروا الملك الذي كان لدى سيدنا سليمان. فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. ينبغي وأنت تحفظ هذا المقطع أخي الحبيب أن تعيش تتخيل ملايين الطيور، وتتخيل أن هناك نبيا كريما اسمه سليمان عليه السلام يقف ويراقب ويتفقد، أعطاه الله هذا الملك والكل يخضع له، ومن شدة دقته أنه كان يعلم كل طير ماذا يفعل ومن غاب ومن حضر ومن كذا. قال لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. إذن لأعذبنه، هي رقم واحد، أو لأذبحنه رقم اثنين. إذن رقم واحد لأعذبنه، رقم اثنين أو لأذبحنه، أو ليأتيني بسلطان مبين رقم ثلاثة. هنا أعطاه ثلاث احتمالات. انظروا لكي لا يظلم أحدنا، إذا تأخر ابنه تأخر عن موعد معين شخص ينفعل ويقول سأفعل كذا وكذا وكذا. هذه الآية تعلمنا الهدوء. قال لأعذبنه أو ليأتيني بسلطان مبين، يعني عذر شرعي، يعني يأتيني بسلطان، بعذر قوي، حجة، يعني سلطان حجة قوية يقنعني بها. فمكث غير بعيد. إذن هذه الآية تعلمك أيها الإنسان أن تلتمس لأخيك عذرا، أو تنتظر أن يكون هناك عذر، لا تتسرع. فمكث غير بعيد، يعني ربما ساعات أو دقائق، فقال، جاء الهدهد فقال أحط بما لم تحط به. ما هذا الكلام؟ هدهد يحيط بما لم يحط به ذلك الملك العظيم سليمان، الذي كان يعني لا 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 يستطيع الطير أن يغادر إلا بإذنه، وأحاط بما لم يحط به. أيضا هذا درس لسيدنا سليمان، أنه الذي يعلم كل شيء هو الله. الإنسان مهما بلغ من الملك، مهما بلغ من العطاء، مهما بلغ من السيطرة والقوة، يبقى قد يكون هناك الطير يعلم أكثر منك، فلا تنغر بعلمك، لا تستكبر. فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. طبعا لن ندخل في محاضرة شرح الآيات، سنجلس ساعات لننتهي من هذا المقطع. الذي يهمنا أيها الأحبة أن هنا، هذا هو المقطع الثاني أو الرابع. المقطع الخامس هنا سليمان والملكة بلقيس، قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. طبعا القصة موجودة على الإنترنت، يمكن أن تطلعوا على شرحها. وكتاب طريقة إبداعية لحفظ القرآن موجود أيضا على موقع على الإنترنت، يمكن تحميله من الموقع مباشرة، وتطلع على المقاطع الستة هذه أيها الأحبة أو السبعة. المقطع السابع نهاية القصة، فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو. طبعا هنا آخر شيء، ملكة سبأ قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هنا انتهت قصة سيدنا سليمان مع ملكة سبأ. إذن هذه المقاطع السبعة من أول سورة النمل إلى نهاية قصة سليمان، ثم تأتي قصص أخرى، يمكن أن نجزئها بهذا الشكل أيها الأحبة، ونحفظ كل مقطع على حدة بالترتيب، ثم نربط هذه المقاطع مع بعضها. طبعا هذه الطريقة إذا ترافقت بالاستماع، بالتدبر،
أحيانا مقطع لا أفهمه، يمكن أن أجلس شهر وأنا أحاول أن أفهمه. ليس الهدف أن تحفظ أخي الحبيب، الهدف أن تفهم وتتدبر، وسوف تجد نفسك أوتوماتيكيا تحفظ كل شيء. إن شاء الله في اللقاء القادم نتابع هذه السلسلة. ابقوا معنا حتى لقاء قريب إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.